مشاهدينا بحييكم مجددا، وهذا هو المحور الأخير. نبدأ ببعض الأسئلة عن الاقتصاد ثم مع أسئلتكم عبر وسائل التواصل وعبر الواتساب مع الوزير. اليوم في جولة مرتقبة للرئيس الحريري إلى باريس ولندن، يبدو أنه ما في مستجدات على المستوى الحكومي وعلى مستوى التشكيل، إنما عم ينحكى أنه بده يتابع الرئيس الحريري مقررات مؤتمر صادر. هل هذه يعني الهبات إذا بدنا نقول، أو هذه القروض الميسرة، أو هذه الالتزامات الدولية أصبحت في خطر؟ يعني ما أنت بدك تساعد نفسك أكثر من الآخرين يساعدوك. في مجتمع دولي طويل عريض عمل مؤتمر صادر واحد بجهد كتير كبير للأمانة من الرئيس سعد الحريري، لأن أنا حضرت المؤتمر التحضيري لصادر واحد وطلعت بقناعة أنه فينا نجيب 4.5 مليار دولار بالحد الأقصى. بالأسبوع الفاصل والجهود اللي بذلها الرئيس الحريري واتصالاته مع دول الغرب ومع فرنسا وإلى آخره، رفعت هذا المبلغ ل 12.8 مليار. طيب المجتمع الدولي والمجتمع الغربي عم بيقول لك أنا جاي ساعدك، بس أنت ما عم تساعد حالك. إذا ما بدك تساعد حالك، ما أنا ما عندي بالدنيا غيرك، ما أنا عندي التزامات أخرى على مستوى خريطة العالم، وبالتالي بروح أنا بعمل جهود بمكان آخر استفيد. اليوم خطورة الوضع وين؟ أنه مش القضية قضية صدر واحد بيتنفذ أو ما بيتنفذ، قضية أنه نحن حنفهم أنه نحن وصلنا لمرحلة الخطر الكبير، ونحكم العقل شوي والحكمة شوي، وننتبه على بلدنا شوي. مثل ما قال يعني شو اللي زعل حزب الله من وليد بيك، انه خلينا ننتبه على البلد شوي هلا، وبلا القضايا الاقليميه خلينا نحطها شوي على جنب، خلينا نهتم بالبلد. مش هيك؟ اذا نحن قدرنا نهتم شوي بالبلد، جهود الرئيس الحريري بلندن وبفرنسا هلا بجولته هذه لحتى تثبيت واقع اقتصادي معين نكون قادرين الاستفاده منه لنطلع من ازمتنا الاقتصاديه والماليه. بس إذا البلد كله بده يضل ماشي بهذا الاتجاه، منا الابن المدلل عند الغرب نحن أو عند المجتمع الدولي لحتى يضل ناطرنا سنوات لنخلص مشاكلنا وننتهي من قصة وئام وهاب وقصة المستثمرين بالبلد وفي اقتصاد. يعني اليوم ما فيك أنت تقول أنا بدي أعمل تنمية اقتصادية وكل ما مستثمر إجا بيطلع حدا مثل وئام وهاب بده يبتزه، وأنه هذا شو اسمه علاء الخواجة اشترى حصص ببنك البحر المتوسط. طيب يا حبيبي، هذا اشترى حصص ببنك البحر المتوسط بدها موافقه مصرف لبنان. تعرف شو يعني موافقه مصرف لبنان؟ انا مصرفي بده يعمل ديو ديليجنس طويل عريض، وبده يعمل تحققات بالمستندات، وبده يعمل اشراف على عمليه انتقال الاسهم، شو انه رحنا عم نشتري سياره سجلناها عند كاتب العدل. يعني بس هذا التهويل والتخويف المستثمرين، هذا الابتزاز للمستثمرين. يعني نحن بنطلع على مؤتمرات وبنلتقي بمستثمرين عرب بيحبوا يستثمروا بالبلد، واصلا مستثمرين بالبلد بعقارات وابنية وفلل وقصور، ما بيجوا على لبنان. ليه؟ بقول لك انا من عن المطار ببلش الابتزاز، مثل وئام مهاب في غيره كمان بيقعد يبتز العالم. كيف بدك تبني اقتصاد ودول الجوار مثلا مصر ولا تركيا ولا اي دولة بتعطيك الارض ببلاش، بتعمل لك تخفيض على الكهرباء، وبتعطيك اعفاء ضريبي، وبتعطيك كل التسهيلات اللازمة، بس تعال اشتغل عندي. نحن الناس بتجي بتحب تشتغل عندنا، بس بتتعرض لابتزاز مثل اللي عم يتعرض له هلا على الخواجة وغيره 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 من واحد مثل وئامها. فهي عملية متكاملة، مش بس انه تجيب صدر واحد واموال صدر واحد، ما في إلا متممات ومكملات على المستوى الداخلي. هذا الجو السلبي في ما يخص الاستثمار الأجنبي بالبلد، مع كل ما يترافق من حركة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، عم نشوفه عند رئيس الجمهورية بشكل متكرر، عند رئيس الحكومة اليوم مع مؤتمر مع أيضا صحفي أظن مع وزير المال، هذا التخوف الدائم على وضع الليرة، على التردي الاقتصادي، على مالية الدولة الفارغة. هذا أنا برأيي يبدأ معالجته بنقطة أساسية. قلنا العنوان الكبير الدولي، لكن اليوم في تحدي، قصة الكهرباء، موضوع المي، موضوع أنه بيروت اليوم، يعني أنا اليوم علقت بعجقة سير من الحمرة للمتحف، قاعد ساعتين ونص، ساعة 5، وفعلا في مناسبة كان اليوم تقديم جائزة
السيد هاني فحص باليسوعية الجامعة اليسوعية صحيح لساعتين ونص انه بتشتي شوي بالبلد بتسكر البلد بيزيد الشتاء شوي بتطوف البلد في شيء المواطن عم بيشوفه كل يوم بأبسط الأمور وأنه عم بيشوف في غياب للدولة. التحدي الأساسي هو بمواجهة أولا هذه الأمور المباشرة اللي هي فضيحة على كل المشاركين في هذه الدولة وفي هذه السلطة, وموضوع الكهرباء هو الفضيحة الأكبر, ومافيا المولدات هي الفضيحة يعني اللي ما بيقدر الواحد. نحن صرنا أسرى مجموعة عصابات مافيات ماسك البلد بهذا الشكل وهذا القطاع, وعم تتصرف وعم تمنع أنه يصير في كهرباء, والدولة جاي تنظم له نية لهذا القطاع. في قضايا عديدة أنه نحن كيف عم نتعاطى مع البلد, مع الأسف المياه الملوثة, مياه الليطانة أيضا, حتى يعني أي مجال عم تفوت فيه أي مجال, فما بالك هلأ المستثمرين اللي بدهم يجوا. إذا هالأمور اللي نحن تعنينا مباشرة ومطلوب دولة باشرة, وعم نشوف كيف عم بتم سرقتها وكيف استغلالها وكيف عم بتم, فإيه المستثمرين أيضا بيوقعوا تحت تهديد تحت الجو اللي عايشينه بالبلد. ليش هلأ يعني نحن بهالأربع خمس ست سنين اللي مرقوا يعني حتى بموضوع السياحة بموضوع الـ يعني في المعارض اللي ممكن تصير بلبنان لورا. بلبنان ما عاد كانت عم تصير شوية معارض, هلا ما عاد في معارض بلبنان, ما حدا بيحلم حركة المؤتمرات, ما حدا بيفكر خفت. اليوم بتقوله تعال لبنان, والله اللبناني صار عم بيفكر يضب مصاري, يا اما هلا صار بين خيار انه بحطهم بالبنك, اذا واحد معه شويه مصاري بالبنك بحطهم افضل, والله بطلع بعمل لي مشروع بتركيا او بعمل لي مشروع بدوله اخرى. لا شك انه في غياب لشعور بمسؤوليه جديه في التعاطي مع هذه الملف, وهذا شو بينذر؟ الرأي بينذر بانهيار, ما بعرف مين بيستفيد منه, يعني بمعنى لبناني يمكن ان يستفيد من مما يمكن ان يحصل أو ما يمكن أن تصل إليه الأمور. لا واضح أنه في استهتار, في عدم مبالاة. أستاذ علي ما حدا بيستفيد من الانهيار, لأنه لما بتغرق الباخرة بتغرق بالكل, بدأ تغرق بس بالكل. في ناس بالبلد منهم حاسين بخطورة الأوضاع, فإذا لابد من يعني أخذ موقف. يعني أنا ما بقبل إجي أقول معلش أنا بدي أقول مع الوزير, يعني خلينك أنه طيب في حدا ماسك البلد وعم يمنع تعمل هالمشاريع وما بده تعمل اصلاح وما بده اياك تعمل استثمارات وما بده علاقات جيده مع هالدوله ومع هالدوله, طيب انا شو بعمل يعني؟ بقعد بتفرج بتطلع, طيب هذا مؤتمر صادر يا خي, يقولوا انه مؤتمر يقولوا يا خي مؤتمر ما بدنا اياه, يقولوا ما بدنا اياه. الوفاء للمقاومه كانت من اكثر المدافعين عن مؤتمر صادر, كانوا مترددين بس دافعوا ما دافعوا احيانا, لكن السؤال انه طيب ما هذه اذا كان في موقف مبدئي تجاه فما هذا يتطلب سلوك, ترجمت هذا الموقف الى سلوك. لا يمكن انقاذ البلد الا بوضع اجندات وطنيه لبنانيه ناخذ فيها مصلحه لبنان والشعب اللبناني بالاعتبار بعيدا عن مشاكل المنطقه, وهذا غير هذا غير ممكن بالوقت الحاضر. لا بالعكس, هلا اذا عملنا نقي حقيقي بالنفس نطلع على مصلحة بلدنا, لأنه مرقنا بفترة نقي بالنفس معقول, مشان هيك الحكومة الماضية عملت بعض الإنجازات وتقدمت ببعض الملفات, بس مع الأسف هلأ رجعنا عم نربط حالنا أكتر وأكتر بأحداث المنطقة وبما يدور بالمنطقة. مع الوزير بدي بلش الأسئلة لأنه هحاول مرق قد ما فيه, كيف للدولة بسط هيبتها ولا تستطيع جلب متهم للتحقيق؟ هذا السؤال اللي عم يطرحه الأستاذ علي, نحن كيف نبني دولة إذا كل واحد عمل عصابة ممنوع الدولة تنفذ القانون عليه وممنوع الأجهزة الأمنية تفوت على منطقته؟ يعني واحد بيطلع على التلفزيون بيقول لك الشباب اتفقوا مع بعضهم أنه ما بتفوت الدولة على الجهلية إلا على جثثهم, فطلعوا على جثتك يا محمد على التلفزيون. صحيح. وفاء النسر, كيف يمكن لصحفي ووزير سابق أعني وأم وهاب وهو بالأصل ابن أستاذ أن يمتلك الآن قصر ومرافقين وحرس؟ من أين لك هذا يا يعني؟ هذا زلمي يعني بيشتغل, قلت لك هو يعني بيقول أنا عايش من لساني ومستعد يبيع ويشتري وين ما بدك, بيبيع حزب الله هون وبيبيع سوريا هون وبيبيع الدروز هون, بيع شرق بيعمل سرون.
هل تقتنع يمنى السايح، هل تقتنع بأنه أحد مثل وئام وهاب لا تكون لديه الكاميرات، كاميرات المقاربة في قصره معطلة؟ أكيد لا، أكيد لا، يعني ما تأخذني، أنا عندي بيت صغير حاطت كاميرات، فهو طبعا محى الكاميرات حتى ما يكشف كذبه، لأنه الأجهزة الأمنية أكيد الكاميرات لقطة الأجهزة الأمنية أنه ما حدا أطلق ولا رصاص، وأكيد الكاميرات لازم تكون لقطة عصابته عم تقوس كل الوقت، ويقدر حجم الرصاص اللي طلع ب5000 طلقة، فالكاميرات بتكشف هذا الموضوع، محاها وقال لهم هذا. بياخذنا لكلام ليال شمس الدين وسؤالها، كيف ترى استاذ علي وضع الاحتفالات يلي كان عم يعم بالجاهلية بعزاء محمد أبو دياب؟ يعني هي المفارقة، يعني مثل كأنه في انتصار أنجز بسقوط الله يرحمه، هو كان بده دم، أخذ الدم الله يرحمه أبو دياب، وبالتالي في تعامل وكأنه في مكسب، مكسب بأنه هذا اللي حصل، وفي رقص على الدماء، ما يشبه الرقص على الدماء. تمام يعني بهذه، تمام، والاحتفاء بشو؟ الاحتفاء بأنه أنت يعني أقوى من الدولة، أنت أقوى من الأجهزة الأمنية بشي ببطولاتك وشطارتك، وهذا لذلك أنا بقول أنه هناك أطراف تتحمل المسؤولية أكثر من وئام وهاب، اللي بيخلي يعني رجل مثل وئام وهاب يتصرف بهذا الشكل المستفز يعني للجميع، يعني مش بمعزل عن أن هناك يعني قد تختلف بالسياسة مع هذه الفئة، لكن في استفزاز، في بعض الإعلام، في بعض الإعلام صار مقيم عنده بالبيت عم بينقل لايف، هذا كمان يأخذنا إلى دور الإعلام وقد عم يأدي بمعزل عن يعني كمان الإعلام. أنا برأيي مفيد من أي جانب، مفيد مفيد لما هو كشف كمان أنه كل شوي يحكي شكل يعني بده يطلع على يعني أظهر سوءاته، يعني أنه أي يعني كمان كانت فرصة لإظهار لأي مدى هو كان عم بيستثمر هذا الموضوع. أنا بعتقد ما يعني خلينا نقول يعني على المستوى اللبناني العام هي الظاهرة بالمعنى أنه يعني هو استقطب يعني مؤيدين أو كذا، لا، بس الناس كانت عم تشوف مشهد تهشيم لفكرة الدولة. إيناس كريمة مع الوزير، كيف يتم حكم فضل شاكر البريء بالإعدام ووهاب اللي أطلق 5000 رصاصة على المعلومات خارج السجن؟ فسر لي أين القضاء؟ هل هو فقط قوي على أهل السنة؟ يعني مسألة الكيل بمكيالين. صحيح، يعني لا، في شعور عند الناس اللي قالوا الأستاذ علي تمام، إنه أنت إذا مع المقاومة فأنت حر طليق بما تريد أن تفعل أو ترتكب، وإذا أنت مش بمحور المقاومة يطبق عليك القانون. نحن في عنا ناس بالسجن صلى سنوات، ممكن يطلع حكمة 3 شهور وصلى سنوات مسجونة. الناس عم تنظر أنه يعني على الكيل بمكيالين بموضوع القضاء والدولة والأمن وإلى آخره، بس عنا فرصة حقيقية اليوم مع انتخاب فخامة الرئيس أنه نبني دولة ونستعيد دور المؤسسات ودور القضاء ودور الأجهزة الأمنية، ونعيش ببلد بالحد الأدنى يمكن تسميته في سلطة الدولة والقانون. في أمل. وهذه بس نقطة اللي قالتها يعني أنا بس، لأنه كأنه المسألة أهل السنة، لا، ببساطة مش مسألة مذهبية أو طائفية، مسألة بتكون مع حزب الله لو كنت يعني شو ما كنت كافر ذا بالمعنى الحزب الله، يعني باعتباره حزب ديني ما بيقبل كفار، بس موالي كافر عمل اللي بدك إياه، بس فبالتالي المعيار برأيي ليس معيارا مذهبيا أو طائفيا بقدر ما هو ولاء سياسي، ولاء والانتماء، ولاء سياسي لهذا الطرف شو ما كانت. وبالتالي بنشوف يعني ليش في بصيدة، طيب ما في ناس كانوا يعني معروفين وبيعرفوا اللي بصيدة اللي ما حسب الله وسنة، ليش بيقرب بيسترجي حدا من القضاء يقرب صوبهم وصار أحداث كتير وراح قتلى وراح وعملوا مشاكل كتير وما حدا قرب صوبهم، وهو بتشوفهم بطرابلس بتشوفهم بأماكن مختلفة. فبالتالي بس عم بقول إنه المعيار ليس معيارا مذهبيا أو طائفيا، الولاء السياسي والي حزب الله بشكل لك حماية من كل
مؤسسات الدولة والقضاء، بغض النظر كما تقول برأيك، بغض النظر عن انتمائك الطائفي أو المذهبي. أيضا محمد خليل مع الوزير بيسألك بنفس السياق، ما بعرف إذا عندك شيء تعليق على نفس الفكرة، أنه ميليشيا وئام وهاب أطلقت النار وكان تستهدف القوى الأمنية عندما صارت القصة بصيدا، مثل ما كان عم بيقول الأستاذ علي، وبعرسال عندكم كنا شفنا القبضة الحديدية، لأنه القصة صارت بالجاهلية، صارت القوى الأمنية معتدية. يعني واضح اللي قاله واللي عم نقوله، أنه إذا أنت بتنتمي إلى محور المقاومة وبتأيد محور المقاومة، أنت محمي بكل ارتكاباتك، وإذا أنت مواطن عادي يطبق عليك القانون. هذا اللي عم نحاول نقول، فكرة الدولة واللي ضوى عليها أستاذ علي، فكرة الدولة هي اللي المواطن اللبناني بيريد أنه يعيش بظلها ويطبق عليه القانون مثل ما بتطبق على غيره، والقضاء ياخد مجرى بالطريقة الصحيحة. لكن في قوة ضغط تمارس ضغطها بكتير أماكن لحتى تغذي الأمور بطريقة مغيرة. واضح. أنا مضطر أن أختم، بس بدي أسألك سؤال لأهميته، زهير السحمراني، وبشكل سريع، هل رئيس الجمهورية ميشيل عون أصبح بين خيارين، إما لبنان وإما حزب الله؟ فخامة الرئيس بعتقد مباري عبر عن سياسته بوضوح، هو مع دولة القانون والمؤسسات، مع القضاء ومع الأجهزة الأمنية وتفعيل دورة، مش مع العصابات وشغل المرجلي والاستفزاز والفتنة اللي كان عم بيمارسوا. معالي الوزير جمال جراح، وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال، ما تسنى لنا نسألك أسئلة الاتصالات بحلقة مقبلة إن شاء الله. الصحفي علي الأمين، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، إن شاء الله من الأك بحلقات مقبلة. ختاما، إزاء كل هذه الأخطار المثلة، ماذا لو نفذت إسرائيل سيناريو الحرب على لبنان بعد إخفاقها بغزة ووضع قواعد جديدة لاستهداف سوريا، فيما لبنان غير محصن بتوافق الحد الأدنى مع هيمنة قوة أو مجموعة وإحباط وتهميش مجموعات وقوى بمجتمع مركب؟ ها نحن ننظر بأسى إلى تجاربنا وتعثر أداء دولتنا، ويزداد القلق والخوف، وتتلاشى الحلول، وتتسرب إلى الأذهان أفكار التفكك والهروب في وجه العواصف، ما خفي منها وما ظهر. والمشكلة أن أصحاب الحل والربط لا يملكون الأجوبة، والأسوأ أنهم لا يملكون القدرة ولا الرغبة للحفاظ على ما بقي من استقلال، وما تسنى من سيادة، وما لاح في الأفق من حرية ذات يوم. ألم يعلم الجميع بعد أنه مهما اختلفت الظروف وتبدلت الخرائط السياسية في الإقليم، فإن تغير شيء من طبيعة التركيبة اللبنانية لن يكون، لأنها تركيبة دقيقة وحرجة وغير قابلة للعب بميزانها، إلا إذا كانت الغاية كسرها بدل منعها من السقوط في هاوية بلا قاع. إلى اللقاء. We'll be right back.